أنشود ضخمة كانت في انتظار ظهور النجمة العالمية جينيفر على المسرح لإحياء حفلها الأول في مصر بالساحل الشمالي ضمن البرنامج اللي بدأته من شهرين فاتوا من كاليفورنيا It's My Party والذي مر بعده بمحطات آخرها مصر. بالنسبة لأسعار التذاكر في الساحل الشمالي، التذكرة الأولى أو الفئة الأولى كانت بسعر 2000 جنيه وقوفا، أما الفئة الـ VIP حددت بسعر 4000 جنيه وفئة التذكرة الذهبية بـ 4500 جنيه. ظهرت النجمة العالمية جينيفر في مطار العلمين الدولي، وكان في استقبالها مجموعة من العلاقات العامة بالشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، وبعدين النجمة وصلت طبعا على طائرة خاصة بيها وأقامت في فندق اسمه فندق الميسا. وقالت جينيفر ان نجلها لا يتوقف عن قول اريد الذهاب الى مصر اريد الذهاب، مشيرا الى انها وعدته بالذهاب معها الى مصر ان كان بعطلة دراسية. النجوم اللي كانوا موجودين في الحفلة حسين فهمي وشقيقه مصطفى، سهير شلبي، عدد كبير من الفنانين كانوا، أحمد حلمي ومنى زكي وحسين فهمي ومصطفى فهمي، أحمد السعداني طبعا كان موجود، كمان كان في 4 من الوزراء كانوا موجودين في الحفل وكانوا يرتدون ملابس بيضاء مناسبة طبعا للحفلة، أبرزهم الدكتورة سحر نصر، الدكتورة هالة السعيد، الدكتورة غادة والي، والدكتورة هالة السعيد، وطبعا كانوا ونزلوا صورهم على موقع التواصل الاجتماعي وهم مرتدين ملابس بيضاء في الحفلة. وكشفت مصادر من داخل الشركة المنظمة للحفلة ان النجمة العالمية جينيفر اخدت 200,000 دولار نظير قيامها باحياء الحفلة دي في مصر طبعا في مدينة العالمين الجديدة. جينيفر ممثلة ومغنية ومنتجة تلفزيونية وتسجيلية، راقصة، مصممة أزياء أمريكية مشهورة طبعا، بتعد من الشخصيات الأمريكية من أصول لاتينية الأكثر ثراء في هوليود. جينيفر من مواليد 94 يوليو سنة 69، يعني عندها 50 سنة، عندها ولدين، وهي متزوجة من مارك أنطونيو من سنة 2004 ل 2014، وده الزوج الأول. الزوج الثاني كان اسمه كريس جود من 2001 ل 2003، والزوج الثالث كان من سنة 1997 ل 1998 وهو اسمه أوجاني نوا. تعمل والدة جينيفر مدرسة رياض أطفال، ووالدها متخصص في أعمال الكمبيوتر، ولديها شقيقتين، الكبرى تعمل صحفية والصغرى تسمى ليزي. أحيت جينيفر الحفلة الأولى في مصر بمدينة العالمين الجديدة وسط استقبال جماهيري كبير، ونشرت الصفحة الرسمية العرب وورد على الانستجرام أولى صور حفل جينيفر بمدينة العالمين. بالنسبة للملابس بتاعة الاستعراضات بتاعتها، طلت جينيفر بسلوبيتات سواري قصيرة يعني مكشوفة من جميع أجزاء جسدها، وأيضا أطلت بملابس أخرى، فساتين سواري من الموضة العالمية ملائمة للاستعراض اللي بتأديه.